الأولاد اللي عندهم صعوبات تعلمية محددة ممكن يعانوا من فشل دراسي ونبذ اجتماعي. أساتذة، أهل ومجتمع، الكل بيتشارك مسؤولية مساعدة هالأطفال المنسيين. كلاس، هالمركز الغير حكومي واللي لا يبغى الربح، يركز عمله على الصعوبات التعلمية المحددة مثل عسر القراءة، عسر الكلام، الفرط الحركي، النقص بالتركيز وغيرها. بالعام 1999 بدأ كلاس مشواره بمهمة إعطاء هالأطفال فرصة عادلة بالتعليم عبر تقديم الدعم والمتابعة المحترفة لإلن ولأساتذتن ولعائلاتن. بالعمل مع وزارة التربية والتعليم العالي أنشأ كلاس صفوف الدعم الدراسي بالمدارس الرسمية بجميع المناطق اللبنانية، كما بيقدم كلاس تدريب مستمر للأساتذة حول التشخيص المبكر ووضع الاستراتيجيات. بمراكز كلاس هناك أخصائيين بعلم النفس والمعالج اللغوي والمعالج النفسي الحركي، بيقدموا متابعة فردية مجانية للأطفال بتساعدهم على الاندماج بالمدرسة والمجتمع. يؤمن كلاس بأنه لكل طفل الحق بالتعليم حتى لو كانت طريقة تعليمه بتختلف عن الغير. ساعد كلاس الألاف من الأولاد ليتمتعوا بحياة أفضل ومستقبل واعد وناجح. عبر معرفة المزيد عن الديس ممكن نساعد أكثر. www.class.org